السلام عليكم. غادي نحاولوا نوازنوا هذه المعادله. عندنا بيكا كيعطينا ام، غادي نشوفوا في جدول الترتيب الدوري فين جايه بيكا وشحال كيساوي زد ديالها، وفين جايه ام وشحال كيساوي زد ديالها. يعني اللي كيهمنا في جدول الترتيب الدوري هو فقط زد ماشي ا، زد فقط. الا شفنا في جدول الترتيب الدوري غادي نلقاو بيكا هنايا، هذه هي بيكا وهذه ام. كنلاحظوا بلي بيكا عندها زد يساوي 97 و ام عندها زد يساوي 95. نرجعوا للتمرين ديالنا، هنا غادي نحط 97 وهنا غادي نحط 95، هذا زد، هذا زد. كنلاحظوا بلي زد نقص بجوج، اذا اخص ينقص ب4. هنا غندير 234 ودابا نوازن. على اليسار عندي 97، على اليمين خصني 97، ولكن عندي هنا غير 95، اذا غادي نحط هنا جوج. على اليسار عندي 247، على اليمين خص يكون عندي 247، خص نزيد هنا 4. إن الامر كيتعلق ب اش او، وبالتالي تيب دو راديو اكتيفيتي غتكون راديو اكتيفيتي الفا. نشدو دابا المعادله الثانيه، ان او كيعطينا اف، ونمشيو لجدول الترتيب الدوري نشوفو فين جايه ان او فين جايه اف. ان او اهي و اف اهي. ان او زد ديالها كيساوي 10 و اف زد ديالها كيساوي 9، اذا هنا غادي نحط 10 وهنا غادي نحط 9. كنلاحظوا بلي زد هاد المره نقص بواحد، اذا ا ما غاديش يتغير، غيكون هو 19. ا كيتغير فقط ملي كتنقص زد بجوج. دابا غادي نوازنوا، هنا عندي 10 على اليسار، على اليمين غيكون عندي كذلك 10، خص نزيد هنا 1. على اليسار عندي 19، على اليمين خص يكون عندي 19، ديجا عندي 19، إذن غادي نحط هنا 0. إذا الأمر كيتعلق ببوزيترون، وبالتالي غيكون بيتا بلس. المعادلة الثالثة، عندنا عنصر زد ديالو كيساوي 15، غيعطينا اس اي. العنصر اللي زد ديالو كيساوي 15 هو الفوسفور، غادي نجيو هنايا نحطو بي. السيليسيوم زد ديالو كيساوي 14، نجي هنا ونحط 14. كنلاحظوا بلي زد تغيرت نقصت بواحد، اذا ا ما غاديش يتغير، غادي نحطو هنا 30 ونوزنو. على اليسار عندي 15، على اليمين خصني 15، انا عندي هنا 14، خص نزيد هنا 1. على اليسار عندي 30، على اليمين 30، اذا نزيد هنا 0. اذا هنا كذلك يتعلق الامر ببوزيترون، غادي نحط هنايا تيب دو راديو اكتيفيتي بيتا بلس. هاد المعادلة عندنا فونسيون كيعطيني الراديوم. نمشي نجدو للترتيب الدوري نشوف زد ديال اف ار وزد ديال ار ا. اف ار هو هذا، زد ديالو كيساوي 87، و ار ا هو زد ديالو كيساوي 88. نحط هنا 87 ونحط هنا 88. يعني كيهمني انا زد في جدول الترتيب الدوري، في جدول الترتيب الدوري ما كيهمنيش ا. يعني دابا كنلاحظوا بلي زد شنو وقع له؟ زد بواحد، اذا ا ما غاديش يتغير، غادي نحط 234 ونوازن. على اليمين عندي 88، على اليسار عندي 87، خص يكون بحال بحال. ان غنجي هنا نزيد ناقص واحد باش يكون 87 87، هنا ندير صفر. اذا الامر كيتعلق بالالكترون، اذا راديو اكتيفيتي بيتا موان. ا ام كيعطي ام بي، غادي نمشي جدول الترتيب الدوري نشوف غير زد هو اللي كيهمني. ام دي جا شفناه، ها هو عنده زد كيساوي 95 و ان بي عنده 93، هو هذا. نحط الام 95 ونحط الام بي 93. كنلاحظوا باللي زد من انتقلنا هكا نقص بجوج، اذا خص ا ينقص ب4. هنا خص نديرو 243 باش نمشيو من 200 239، خص يكون عندي قبل 243 وينقص ب4. دابا نوازن هنا، على بالنسبه لزد على اليسار عندي 95، على اليمين عندي 93، هنا غادي نحط جوج. بالنسبه لا على اليسار عندي 243، على اليمين عندي 239، خص نحط 4. اذا الامر كيتعلق بالهيليوم اش او، ان هي الفا. المعادله الاخيره، عنصر عنده زد يساوي 71 كيعطي عنصر عنده زد يساوي 72. نشوفوا في جدول الترتيب الدوري شنو هما هاد العناصر اللي عندهم 71 و72. العنصر اللي عنده 71 هو لوتيسيوم ال يو، والعنصر اللي عنده 72 هو هافنيوم اش اف. ان غنجي هنايا غادي نحط ال يو وهنا غادي نحط اش اف. كنلاحظوا باللي زد انتقل من 71 ل 72، اذا ا ما غاديش يتغير. ونوازنوا، على اليسار عندي 71، على اليمين 72، خص ندير هنا ناقص واحد. على اليسار بالنسبه ل ا عندي 176، كذلك 176 على اليمين نحط هنا صفر. اذا الامر كيتعلق بالالكترون، اذا هي بيتا مون.